قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. كان يا مكان، كان يا مكان، طبيب اسمه في أعلى مكان، عاش للعلم وغصب بحوره وسط نوره في كل زمان. عالم يدرس علم بحب وبيعرف تشريح القلب، أبحاث وتجارب مشهورة، وعشان كده هو أبو الطب. عشرات من كتب وشاهدين هو وصل في الطب الفين، والجامعات في أوروبا فضلت تطبع كتب سنين وسنين، وكتاب الحاوي كان مرجع في الطب قديم وجديد، وكتب في الفلسفة والمنطق ونبوغه بيسري في وريده. في المعمل كان يهدي حياته، يخلط ويركب عقاقير، دون أبحاثه وشروحاته، تأثيرها في العلم كبير، بنشاط وتفانير وحماس، يبذل جهد ووقت ومال لأجل يخفف ألم الناس. كم عين في الدنيا دعاله، كم عين في الدنيا دعاله. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.